ايه الجمال ده؟ ازيك يا عادل؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. اخبارك ايه؟ هابي نيو يير. الاول ايه الشياكه دي؟ تسلم لي. وان شاء الله تبقى سنه حلوه علينا كلنا يا رب. وعايز اسالك امتى بدات انك تحس انك عندك الموهبه بتاعه الكمانجا وانك تتقنها بعد ما اتعلمتها ومارستها؟ انا بدات من 10 سنين اصلا. كان عندك كام سنه ساعتها؟ كان عندي 17 سنه. اوكي. دلوقتي 28 تقريبا. تمام. كل سنه وانت طيب. ده طيب. بدات من اخر سنه ليا في الثانويه وبعد كده كملت بقى وبدات يبقى عندي استوديو عملت 29 تقريبا عملت فيها اول البوم ليا. تمام. واتعمل على كل البلاتفورمز يعني ومع الاستوديو مع الايفنتس والويدنجز يعني ده كان بقى شغلي اكتر يعني. بياخد وقت قد ايه انك تعمل البوم؟ انا قعدت سنه ونص. قعدت فيه سنه ونص. اه هو بتاعي ده قعدت فيه سنه ونص تقريبا. بس في ناس بقى بتقعد ممكن اكتر ممكن تقعد اقل على حسب التراك. بس مود حلو قوي ومزيكا حلوه واداء حلو وطريقتك وانت بتعزف كمان شيك قوي. 2023 بالنسبه لك كانت عامله ازاي؟ على المستوى الشخصي ليك انت في حياتك كانت عامله ازاي؟ كانت حلوه جدا بالنسبه لي. عملت فيها حفلات كونسرتس خاصه بيا انا. وعملت زي ما قلت لك الالبوم بتاعي ولا كان في حاجات حققتها حلوه بصراحه. حلوه قوي. ربنا يجعل السنه الجايه كمان حلوه قوي. في ناس دايما بتستنى نهايه السنه عشان تبدا تقول اللي ما اتحققش في 23 مثلا يتحقق في 24. ايه اللي محمد عادل نفسه فيه في السنه الجديده؟ يمكن المزيكا اللي انا عملتها واللي هو نزل في بلاتفورمز واخيرا عملت اللي هو الحاجه اللي انا كان نفسي اعملها يعني. بس لسه ما انتشرتش قوي. فاتمنى طبعا هي تنتشر اكتر يعني السنه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب وبشكرك على اللي انت عملته والاداء الجميل ده وان شاء الله السنه الجايه تبقى ممتازه عليك. شكرا.